معدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. لو عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. بس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفة بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعية الامريكية لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميلية. اهلا بكم. بلا شك هناك معتقد خاطئ عند كتير من الناس انه تجميل الاسنان معناه ان انا اخليها بيضة، تجميل الاسنان معناه ان انا اخليها مرصوصة كويس. ده فكر مش منضبط. مش بس بيضة، مش بس مرصوصة كويس. يعني ايه مرصوصة كويس؟ كلمة مرصوصة دي برضو كلمة محتاجة توضيح، محتاجة ان احنا نفهمها اكتر. اخطر حاجة يا جماعة ان واحد عنده مشاكل في اسنانه ويلجأ الى عالم تجميل الاسنان، فيروح يعمل تجميل في اسنانه، فاي حد يشوفه يقول له انت على فكرة انت عامل تجميل في اسنانه. اي حد يشوفه يقول له اسنانك كويسة معمولة حلو. ده خطر، لانه هو خلاص انت انتقلت من مرحلة الطبيعية الى مرحلة الصناعية. تحولت من انسان تبدو طبيعي الى انسان صناعي شكلا معمول. عشان كده دايما التجميل، كلمة التجميل في الطب وفي طب الاسنان لازم يكون ليها شرط وبريكوشنز ومحاذير مهمة جدا، وهي ان انا امشي دايما في اتجاه وفي طريق ان انا اطلع شكل طبيعي. ده احنا بنفتقده في مصر الحقيقة. ليه؟ لانه برضو احنا كتير من الناس بتتصدى لعالم تجميل الاسنان ومش واخدين الخبرة ولا التريننج ولا التجهيز النفسي والتجهيز التعليمي والتجهيز الخبرة المطلوب للتعامل مع عالم تجميل الأسنان. عشان كده النهاردة هو ده هيكون بداية الحوار، وهو ده مضمون الحوار الأساسي. هل تجميل الأسنان سهل ولا صعب؟ طبعا صعب. بس ليه بنشوف حالات كتيرة واضح انها معمولة، وحالات كتيرة باين جدا انها مصطنع او مصنوع artificial؟ ليه رغم انه التجميل باب فتح جدا؟ هل الفتحة بتاعت باب تجميل الأسنان على مصراعي دي أضرت بالمنتج النهائي؟ فبقينا نشوف تجاوزات تهكون جزء كبير من حوارنا النهاردة مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز أستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. أهلا بك يا دكتور نور. أهلا بك يا دكتور. معلش أنا كان لغتي فيها هجوم شوية، ولا أنا كنت منصف ولا إيه؟ أنا منصف جدا طبعا. جدا طبعا. تجميل الأسنان زي أي فرع أو منتج في العالم، في حاجات تبقى براندات تبقى بتخاف على اسمها، فبتطلع المنتج النهائي بشكل محترف ومحترم، وفي هنقول الحاجات اللي بنقول عليها زي السكند ليفل او المستوى الثاني، اللي هو بيشتغل اسما ان هو بيعمل تجميل اسنان لكن ما عندوش اي خبره، وفاكر ان تجميل اسنان يعني تركيبات. مبدئيا تجميل اسنان، وده بدات ناس تفكروا كده، ناس طبيعيه بدات تفكر كده، ناس بدات تفكر ان هوليوود سمايل، كلمه هوليوود سمايل يعني اروح اعمل تركيبات في اسناني. ده فكره غلط. هوليوود سمايل مش معناها تركيبات اصلا. هوليوود سمايل يعني ابتسامه هوليووديه بس، ده معناها ابتسامه جميل، جميله، ابتسامه بيرفكت، مثاليه. اوصل لها ازاي؟ ده الهوليوود سمايل، مش تركيبات خالص. ممكن تكون هوليوود سمايل بالنسبه لك علاج لسه، ممكن تكون تبييض، ممكن تكون تقويم، ممكن تكون حاجات كتير غير التركيبات. اذا سنبدا حوارنا. واضح ان هو النهارده هيكون على زي ما بيقولوا على نار ليست هادئه، يعني على نار ساخنه للغايه. الحوار ربما يكون فيه الكثير من المفاجات، وايضا فيه الكثير من نقاط الهجوم. نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هناك صراع دائم مستمر في عقول
البعض في عقول البعض بين تجميل الأسنان وطبيعية الأسنان ناتشوراليتي. تمام. هل هذا المعتقد الذي قد يغلب التجميل على الطبيعية في رأيهم، يعني ان انا المهم الأسنان تطلع حلوة حتى لو ما طلعتش طبيعية؟ ده بعض الناس بتفكر كده، في بعض المنظومات بتفكر كده، والبشر العاديين بيفكروا كده. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود طبعا. اسود طبعا. المفروض حضرتك اصلا التجميل هو الطبيعية، التجميل ان انا اوصل بيك للشكل الطبيعي اللي المفروض تبقى اسنانك عليه، او المثالية بالنسبة لك في اللون وفي الشكل وفي رسمة الاسنان والفورم بتاعها، كل التعامل الفاينل ريستوريشن او التجميل اللي هنعمله مع الضوء يبقى زي بالظبط التعامل الاسنان الطبيعي. فبالتالي انت اصلا كدكتور تجميل هدفك الاساسي هو ان انت توصل بالاسنان انها تبقى ناتشرال، ده هدفك الاساسي. تجميل ان الناس تشوفك تقول تاخد بالها ان اسنانك حلو، لكن ما تاخدش بالها ان انت عامل سنانك، ما تحسش ان في تدخل حصل. حتى في اللون، في ناس بيلاقي عليها الوان فاتحه جدا جدا، البي الوان ده افتح لون على الكره الارضيه توفر وموجود، بس مش اي حد ينفع احط له بي الوان، ما ينفعش حد لون بقى عينه في شويه جريش او في شويه صفار واعمل له لون فاتح ابيض بيشيس وايت كده بالشكل ده، هتحس ان هو مش بتاعه، مش شكله. فبالتالي لازم تبقى واقف مع الحاله وتفهمها ايه اللي ينفع لها وايه اللي ما ينفعهاش. وفي الاخر عايز افهمك حاجه، لو انت سمعت كلام الحاله والحاله بعد ما عملت السنان وبصت عليها وما عجبتهاش، انت المسؤول. والحاله ساعتها هتقول لك شيلها لي غيرها لي، يعني انت هتخش في دايلما مع الحاله ملهاش اي لازمه. فانت لازم يبقى عندك قرار، وقرار واضح، وما تتنازلش عن الصح. ممنوع في التجميل بالذات تتنازل عن الصح. يشاع او ينشر البعض انه الاهم الان في عالم الاسنان في 2016 ان تمتلك الاجهزه الاحدث. تمام. هذا هو الاهم. تمام. ان تمتلك الاجهزه الاحدث. تمام. هل هذا ابيض ام اسود ام رمادي؟ ابيض رمادي. لا 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 ابيض. مهم جدا انك تمتلك الاجهزه الحديثه. الاهم الاهم خالص. لا الاهم، لا لو كلمه الاهم يبقى اسود. اسود ده لو الاهم. انت نقلتنا من ابيض. اصل انت قلت الاهم. انا السؤال لا. مبني على كلمه لا. الاهم. لا خالص. الاهم اسود. الاهم المهاره. المهاره. ليه بقى؟ حضرتك احنا بنشتغل تجميل من سنه 2000. يعني بقى لنا كام سنه؟ 16 سنة. تمام؟ كنا بنعمل تجميل من غير جهاز السلك. جهاز السلك ساعدنا جدا. ساعدنا في ايه؟ عشان نبقى متفقين، ساعدنا في السرعه والدقه. انما ما ساعدناش في 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 الجمال. الجمال ده بايدك انت، انت اللي هتعمله. السلك في الاخر هو الحاجه اللي انت هتشتغل عليها تديك المنتج، لكن مش هو اللي بيدي المنتج. ودي غلطه الدكاتره كتير قوي، من اللي عنده سيرك بيعتمد على السيرك هو اللي بيطلع له المنتج. لا، هو السيرك عنده لايبرري وعنده مكتبات بيطلع منها شغل، بس دي الاستنباط بقى اللي بدانا نشوفها. لو تخش مكان تلاقي فيه 50 واحده عامله اسنانها كلهم نفس الشكل، طب حضرتك اصلا ابعاد وشك غير ابعاد وشها، ازاي كلكم واخدين نفس الاستنبه دي؟ لان هو واخد من الاله وخد خد اللي خرج من الاله جلزه وحطه في بق الحاله خلاص. حاله تطبيقيه، حاله محمد عاطف كارتر. تمام. محمد عاطف حاله هنشوفها الاسبوع الجاي يعني هنلتقي بمحمد الاسبوع الجاي ونشوف التجربه بتاعته، بس النهارده هنشوف كده ملامح بدائيه من هذه التجربه الصعبه جدا، حاله. تمام. اسنان فروقات لسه. تمام. التي تحدثنا عنها كالمظلوم الاكبر اصبحت الان المنتصر الاكبر. تعال نشوف مع بعض من وايتي بحالة محمد كارتر، حالة صعبة صعبة جدا يعني. اسمي محمد عاطف، 33 سنة، شغال مدير انتاج. مشكلتي كلها في اسناني والفراغات اللي جوه اسناني، ما بعرفش اضحك، ما بعرفش اتعامل مع الناس بطبيعتي قوي. شو
شغلي كله بيعتمد على مظهري اللي قدامي، مش عارف اتعامل معاه كويس، مش عارف اتعامل معاه بطبيعتي. يعني حتى لما بضحك بحس ان انا شكل الابتسامة بتاعتي مش حلوة. يعني طبعا انا حسيت ان الموضوع في حاجة مستحيلة، يعني ان انا اسناني ترجع طبيعية او ترجع شكلها كويس. انا توقعاتي بعد ما نعمل العملية ان شاء الله يعني الموضوع يختلف معايا 100%. الثقة اللي ما كانتش موجودة في ضحكتي او في تعاملي مع الناس والحاجات دي كلها اكيد هتبقى موجودة. الابتسامة هبتسم بقلب جامد جدا وهتعامل مع كل الناس وهرجع اتصور تاني بشكل طبيعي، واسناني اكيد هتبقى ظاهرة بشكل كويس. حقيقة من الحالات اللي انا كنت شايفها صعبة جدا، لكن لما شفت النتائج بتاعتها يعني قبل الحلقة انبهرت بصراحة، لانه حالة انا كنت شايف الفك فيه مشاكل، اللثة فيها مشاكل، الاسنان فراغات غريبة، الاسنان حجمها غريب، لونها غريب. يعني هنشوف النهاردة، مش عايز يعني زي ما بقول اسبق الحالة، هنشوف جزء منها النهاردة، والاسبوع الجاي هنشوف محمد عاطف في واحدة من أهم حلقاتنا، وأعتقد إن هي واحدة من الحلقات تنضم بقى إلى المجموعة الصعبة جدا، بحر والناس سوزي. بس أنا شايف بحر صعب جدا، بس برضه محمد عاطف صعب جدا. هذا بقى المنطقة الثانية، المنطقة المهمة، الجاني والمتهم والبريء. يلا بينا، اتفضل. المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ سؤالين مهمين جدا هحطهم في سؤال واحد، سؤال مهم قوي. انه بعض الناس كان يعتقد، ده بتكلم على المرضى نفسهم، ان الابتسامه النسويه شيء جميل، يعني حاجه لطيفه جدا. وربما ايضا لو حطينا في السؤال، يعني طبيب يقوم بعلاج مشاكل الاسنان ولكن لا يقترب من اللثه او لا يعالج اللثه على الاطلاق، كلاهما الشخص الذي يعتقد الابتسامة النسوية ده شيء جميل والطبيب الذي يتجاهل اللثة، متهم أم جاني أم بريء؟ جاني طبعا، اتنين جناة طبعا. مفيش حاجة اسمها يعني الطبيعي، مفيش حاجة يعني، ما ينفعش تيجي تقول لي ايه اصل انا شكلي كده عاجبني. ما انت مش طبيعي، يعني الشكل نفسه مش طبيعي. احنا لازم نبقى عارفين ان شكل اللثة الطبيعي لما حضرتك بتضحك بيبان من 1 لـ3 ملي. تمام؟ طيب من 1 لـ3 ملي، يعني حالة محمد عاطف، دي حالة محمد كارتر. هنا لو حضرتك بصيت باين اكتر من 6 ملي، يعني باين ضعف اكبر قدر مسموح به من انه يبان في اللثة. انت حضرتك حاسس ان شكل الاسمايل كده مظبوط؟ لا طبعا، ما حاجة ما يختلفش عليها اتنين. اصل يعني بكرر تاني ان دايما ان ربنا مدينا كمبيوتر في عينينا، حضرتك بتشوف الحاجه بتقرر انها سليمه او مش سليمه طبقا لابعاد ومقاس معينه محفوظه فيك. تمام؟ طيب احنا زي ما قلنا ان اللثه الطبيعيه بيبان منها من 1 لـ3 ملي، افريج 2 ملي، دي هنا 6 ملي، يعني في عندي 3 ملي زياده، وفي عظم كمان مغطي مع اللثه، في ليدج. فهنا لازم تتحول على طول لدكتور علاج لثه متخصص علشان يبدا يعمل لنا حاجه اسمها نحت تجميلي للثه، ولو احتاجنا نشيل كمان جزء من العظم هنشيله. هنا دي معلومة مهمة قوي بقى، ما ينفعش حضرتك تعمل تدخل في اللثة وتبدأ تاخد مقاسات في التركيبات بدون موافقة الدكتور المتخصص في علاج اللثة، ودي الغلطة اللي بنشوفها في 99% من حالات التجميل. حضرتك الكيس تخش فدكتور شايف، هو شايف ان هي لحد ما محتاجة جنجيفكتومي قوي، ان هي تعمل نحت تجميلي للثة، ويوم هو عاملها وهو شغال ومعامل علاج اللثه حالا، شايل النحت التجميل وماخد المقاسات ومسلم الحاله بالمره في نفس اليوم ولا تاني يوم وخلاص كده. تيجي الحاله بعد شهر 2-3 لما حصل انحسار للثه رهيب، انحسار يعني ارتفاع اللثه بعدت، لان هو طبعا اشتغل على وضع مش مظبوط، او اللثه نزلت عن المكان على على على, على الاسنان اللي هو عملها فبوظت التجميل، وده بنشوفه كتير. في كيس بتقعد بـ6 شهور بتعاني وعندها مشاكل كبيره جدا. ليه؟ لان في الفريق عنده مفيش استاذ دكتور علاج لثه، وفي نفس الوقت هو استعجل. حضرتك ما دام اتدخلت في اللثه يبقى لازم يكون معاك متخصص في علاج اللثه ويقول لك امتى تبدا. انا بدخل الكيس لدكتور علاج اللثه وبمضي يعني بيمضي يقول لي يوم الكذا هنشتغل، يوم كذا هتاخد مقاسات، وقبل ما ياخد مقاسات لازم يشوف حضرتك. طب دلوقتي حالا ابدا علشان خاطر تبقى متاكد ان اللثه تمام، اللثه ما فيهاش اي مشكله، حصل لها كومبليت هيلينج، مش حصل اي حاجه. تمام. فده مهم قوي. دلوقتي انا حالات التجميل
99% لازم منها تعدي على علاج اللسع، على قسم علاج اللسع، لان ما دام عنده تجميل، خاصه الناس اللي عندها كراودنج، عندها تزاحم في الاسنان او سنان راكبه على بعض او سبيسنج مسافات، في اي مشكله في رصه الاسنان او بروز في الاسنان او دخول في الاسنان، كل ده اللسه بتبقى فيها مش مظبوطه من غير ما تتكلم، يعني من غير ما ابص خلاص. هو اصلا ما دام بقى في سنه خارجه او سنه داخله او سنان بارزه او سنان داخله او طبعا حالات الجام سمايل الصريحه، خلاص الكيسز دي على طول لازم تخش الاول علاج اللسه، تخلص علاج اللسه وبعد كده تبدا تعمل تجميل. ما تستعجلش، ما تعملش حالات حاجه في الحاله قبل حاجه، وما تعملش حاجه وما تاخدش مقاسات او تاخد او تبدا تصور الحاله وتركب لها تركيبات قبل ما تكون اطمنت اللسه وصلت لوضعها الطبيعي. هذهب الى التشخيص بتاع حاله عاطف، محمد عاطف كارتر. تمام. والتشخيص في هذه الحاله شيء مهم جدا، لانه هيحدد خطه العلاج. طبعا. مبنية على التشخيص. طبعا. والاسنان كلمه التشخيص فيها كلمه مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض. نذهب الى منطقه مهمه جدا، لانه الحاله يعني بما انه حاله كارتر فرضت نفسها النهارده علينا في هذه المرحله، واعتقد ان الحلقه القادمه ستكون مفاجئه الى حد كبير جدا في تفاصيلها. لكن النهارده برضو احنا بنطرح كل ما يتعلق بحاله انسان تبدو اسنانه في حاله يرثى لها وتبدو حاله مستحيله للاصلاح. الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ بعض الناس من كتر مشاكل اللسع عندهم ما هي متفاقمة يعتقدون انه لابد من تدخل جراحي لمشاكل اللسع. الناس نفسها اللي بتفكر كده. وبعض الدكاترة بتقول كده للمرضى، انت مشكلتك مشكلة جراحية بقى. خلاص مش مشكلة تعامل بره قطة عمليات، انا لازم ندخلك قطة عمليات بكل مقاييس غرفة العمليات. وهم ولا شك ولا يقين؟ لا وهم. عمليات تجميل، عمليات تجميل اللسة بنقول عليها عمليه، لكن هي اجراء بيتم في من 10 دقائق لثلث ساعه في العياده عادي خالص، ببنج موضعي عادي خالص، 90% 99% كمان مفيش بين خالص. ما يعني طبعا دواء يعني مش موجود. العلاج اللسة من اسهل العلاجات لو بيعملها متخصص، لو بيعملها واحد من الاسماء البارزه فيها، هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. هي بس عايزه انت تبقى فاهم بتتعامل مع ايه، وتبقى فاهم دارس اللسه كويس قوي، لان اللسه بتعمل ردود افعال لازم تكون حافظها. قبل بقى ما نرحل احنا نروح، لكن نخلي الناس تشوف عمليه كارتر. تمام. ونقول ان الاسبوع الجاي هيجي محمد عاطف كارتر معانا ونتناقش معاه ويحكي لنا، ويكون حوار اكيد باذن الله. وفي الجزء ده انا بشكر استاذ دكتور كريم حمدي، استاذ دكتور علاج اللسه، لان ليه دور كبير جدا 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 في الحاله دي. يعني 50% من الحاله قايمه عليه. انت نورتنا دكتور نور. انا اتشرفت جدا. نشوف مع بعض كارتر، وخليكم دايما مع الناس الحلوه.